أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من إكس راي. المستقيم جزء أهم جدا من القولون، ولأنه مرتبط بعملية ضرورية لكل إنسان وهي الإخراج. لما بتحدث فيه مشكلة خطيرة مثل السرطان بيعاني المريض معاناة شديدة جدا. النهاردة هنتكلم عن كيفية علاج سرطان المستقيم، وسعدنا يكون معانا دكتور أحمد سعيد، مدرس علاج الأورام بجامعة عين شمس. دكتور أحمد، أهلا بك معانا. أهلا وسهلا بك. دكتور أحمد، بداية، هل سرطان المستقيم بيختلف عن سرطان القولون سواء في من حيث نوعه أو نسبة الإصابة به؟ سرطان، نعرف الأول المستقيم هو آخر 15 سنتي من القولون، تمام؟ فبالتالي هو استكمال القولون لغاية خروج بعد كده من قناة الشرجية وفتحة الشرج، هو نفس التكوين للقولون، فبالتالي هي نفس الأسباب المسببة لسرطان القولون هي اللي هتسببه. من ضمن هو يمثل حوالي 15 ل 20% من سرطان القولون. الفرق الوحيد اللي موجود هو مكان هذا المستقيم. المستقيم موجود في الحوض زي ما بيقول زملائنا الجراحين، في حتة ضيقة، وهو ده اللي بيخلي له معاملة خاصة شوية في العلاج وليس التشخيص، لكن نفس الأعراض ونفس المسببات هي المسببة لسرطان القولون هتسبب سرطان المستقيم، لأن هو جزء منه أو اكتماله. دكتور أحمد، هل الالتهابات المزمنة طبعا والزوائد هل ممكن تؤدي إلى هذا النوع من السرطان؟ طبعا هي من الأسباب المهمة جدا، زي ما قلنا إن هي الزوائد دي أحد الأسباب، منها بعض الزوائد الوراثية، ودي بنسبة كبيرة جدا بتتحول إلى أورام. طبعا الأمراض المزمنة لالتهابات القولون زي الكرونز والألسر الكولايتس، تمام، دي برضو بيبقى نسبة تحولهم إلى سرطان عالية. طبعا موجودة أكتر برا، لاحظوها إن السرطان قولون من السرطانات المنتشرة، لكن في آخر إحصائية مصرية هو خرج من الخمسة التوب في الرجالة أو الستات، يعني هو مش من خمسة الأوائل للسرطانات بعدد حدوثها في مصر. يعني معنى كده النتيجة نسبته قلت يا دكتور أحمد؟ نسبته هي مش قلت، هي قليلة في مصر. لما لسه هقول النقطة اللي جاية، إن طريقة الغذاء اللي هو معتمد على اللحوم الحمراء الكتيرة، الدهن الكتير، اللحوم المصنعة، دي بتزود فرص الإصابة بسرطان القولون، وده طبعا مش الحال الموجود عندنا للأسف في مصر الحمد لله. للأوضاع الاقتصادية الموجودة. دكتور أحمد، إيه الأعراض اللي بتظهر على المريض نتيجة الإصابة بسرطان المستقيم؟ هو أي حاجة تلفت انتباهي لتغير عادات التبرز، سواء إن أنا يبتدي عندي إمساك بيزيد مع استخدام ملينات، أو إسهال بدون سبب وبيزيد برضو، لا قدر الله يحدث نزيف من فتحة الشرج، وجود آلام في المنطقة، أو نتيجة لا قدر الله انتشاره بقى بره خارج حدود المستقيم، مثلا وصل للكبد أو حاجة، يبتدي يعمل لي آلام في البطن أو صفرة لو الموضوع وصل نتكلم بقى بالتفصيل عن الخريطة العلاجية لسرطان المستقيم. الخريطة العلاجية لسرطان المستقيم بتحتاج تدخل قوي قوي من دكاترة علاج الأورام دكاترة الجراحة، ان احنا بنحط خطة للمريض من ساعة تشخيصه، وده بيحتاج ان احنا الاتنين نكون متكاتفين مع بعض وعارفين حالة المريض ومحددين الخطة العلاجية، لان يختلف المستقيم عن القولون في وجود جزء العلاج الاشعاعي كمكون رئيسي في العلاج. اثبتت كل الدراسات الحالية ان استخدام العلاج الاشعاعي قبل الاستئصال في المرحلة التانية والتالتة بيقلل بكتير جدا نسبة ارتجاع الورم. زي ما قلت لحضرتك، هو المستقيم موجود في جزء من الحوض ضيق، ما بقدرش اشيل اخواننا الجراحين وزملائنا ما يقدروش يشيلوا كمية كبيرة من الجزء اللي حواليه، وده بيخلي معدل الارتجاع الموضعي اعلى. فلما تدخلنا بالعلاج الاشعاعي قبل العملية متزامنا مع العلاج الكيماوي، ان المريض بيقدر ياخد جرعة منشطة من العلاج الكيماوي سواء اقراص او بالمحلول في وقت العلاج الإشعاعي، قللت نسبة ارتجاع الورم ده بقى ارتجاع بعد بعد الجراحة. الاستئصال. بالظبط كده. طب حضرتك، العلاج الإشعاعي اللي بيتاخد قبل العلاج الجراحي ده بتبقى عبارة عن ايه؟ كام جلسة؟ مدة الجلسات قد ايه؟ حضرتك كان تقليديا بنتبع اسلوب برضو اللي هو حوالي 5 اسابيع، 5 ايام في الاسبوع،
في الفترة اللي فاتت نقلنا، ابتدينا ننقل التجربة الاسكندنافية في علاج سرطان المستقيم. هم هناك بيستخدموا بروتوكول 5 جلسات فقط، وبعدين المريض بعديها بأسبوع الاتنين بيخش الجراحة. طبعا في اختلاف شوية بين المدرسة الأوروبية والاسكندنافية والمدرسة الأمريكية، إن هو برضو المدرسة دي أجازت هذا البروتوكول في حدود معينة، إن ما يكونش السرطان متوغل قوي في جدار القولون، وما يكونش في غدد ليمفاوية كتير. في بعض الحاجات هي أجازت هذا، فبقى عندنا دلوقتي حاليا اختيارين على حسب التشخيص، مرحلة الورم قبل الاستئصال الجراحي، بقدر إن أنا أستعمل ال5 أيام أو أقدر أستعمل ال5 أسابيع. طبعا كل حاجة من دولت ليها مميزاتها وليها عيوبها، اللي بنناقشها مع المريض وبنناقشها مع الجراح طبعا، لأن هو اللي هيخش يشتغل يعمل الجراحة بعدية، فبرضه بشوف قدراته في هل هو يقدر يشتغل بعد دي أو بعد دي، لأن النتائج الجراحية بعد العملية تختلف شوية من بعض الأعراض الجانبية بعد الجراحة. بعد الجراحة بقى يا دكتور أحمد، المريض بيكمل علاج إشعاعي وكيماوي ولا خلاص انتوا بتكتفوا بهذا القدر ان المريض أخذ قبل الجراحة علاج إشعاعي وكيماوي وتمت الجراحة، تم الاستئصال بالجراحة وخلاص؟ بعد الجراحة أنا برجع لتقرير الأنسجة اللي اتحللت وبشوف، لأن زي ما تنسيش إن أنا قلت لحضرتك إن هو المرحلة التانية والتالتة أخدوا العلاج الإشعاعي. طيب المرحلة الأولى اللي ما كانش أخدوا علاج إشعاعي ودخل على العملية على طول، بستنى تقرير الأنسجة ده وأشوف هل في حاجة تخليني أعدل رأيي وإن أنا أبتدي أدي علاج إشعاعي. في بعض الحاجات الموجودة، لو لقيت الورم حجمه أكبر مما كنت متوقع وشايفه في الأشعة، لقيت غدد الليمفاويم اللي اتشالت ما كانتش باينة في الأشعة لقيتها موجودة مصابة، لا هنا المريض ده هياخد علاج إشعاعي. طب بالنسبة للمريض اللي أخد علاج إشعاعي وكيماوي متزامن أو علاج إشعاعي فقط ودخل العملية، ببص هنا في التقرير ببص فيه على حاجات تانية خالص، ببص على استجابته للعلاج أخبارها إيه، لان كل ما كان المريض مستجيب اكتر للعلاج الكيماوي والاشعاعي قبل الاستئصال استجابه، من ناحيه ان ممكن احيانا الورم يختفي كليا، ودولت احسن ناس، لان دولت الناس دي غالبا فرصه ارتداد الورم عندهم قليله وهيعيشوا الفتره اطول، او استجابه جزئيه جيده او معقوله. طبعا كل ما تكون الاستجابه اكتر كل ما بيكون انا عارف ان المريض ده هيكمل معايا احسن، او وجود عدم استجابه خالص ودي اسوأ الحاجات. غالبا برضو نفس المريض ده هيكمل معايا علاج كيماوي لمدة 4 شهور تاني بعد الاستئصال الجراحي، أول ما بيتعافى من آثار العملية. علاج كيماوي فقط ولا علاج كيماوي إشعاعي؟ لا خلاص، احنا أخدنا العلاج الإشعاعي قبل قبل العملية. للعلاج الإشعاعي اللي هيتاخد بعد العملية، لو لقيت أنا في الفحص النسيجي زي ما قلت لحضرتك بعد العملية حاجات منذرة تخليني أحط العلاج الإشعاعي ده للمريض تاني، مش تاني يعني ان انا ما اديتوش في الاول، هنا هضطر ان انا اديهوله تاني بعد العمليه، لكن اللي اخد قبل العمليه مش هياخد تاني علاج اشعاعي بعد العمليه. طب العلاج الكيماوي اللي حضرتك قلت ان هو هيكمل 4 شهور بعد العملية، هل ليه آثار جانبية على المريض؟ طبعا يا فندم كل حاجه بتكون ليها اثار جانبيه، والدراسات بتستفيض في ايه هو احسن بروتوكول للعلاج باقل اثار جانبيه. حضرتك انت لما بتاخدي قرص اسبرين هو له اثار جانبيه، بتاخدي مضاد حيوي وله صحيح. اثار جانبيه، لكن الاثار الجانبيه في معظم الحالات بتكون محتمله، بتكون محتمله طبعا، وبتقدروا تتعاملوا معاها كأطباء. وبنقدر نتعامل معاها كأطباء. بس انا بقول الكلام ده ليه يا دكتور احمد؟ لان فعلا كتير من الناس بيخافوا من العلاج الاشعاعي والعلاج الكيماوي عشان اثاره الجانبيه. هو للاسف الكتير من الخوف ده منقول من كلام غير طبي اطلاقا، وهم بيسمعوا من بعض، هما بيسمعوا من بعض. عشان يا احنا جماعة عشان كده احنا بنحاول احنا نوضح المفاهيم. انا دايما بقول لكل مريض بيجي لي بيحكي لي عن تجربة مريض تاني سواء بنفس المرض او بمرض تاني، ان كل مريض هو حالة مستقلة بذاتها. ده حقيقي، كل مريض هو حالة مستقلة بذاتها حتى لو تشابه مع الناس التانية. انا بعمل حسابي في القرار الطبي اللي انا باخده عن المريض، عنده ايه امراض تانية مصاحبة معاه، عنده ضغط، عنده سكر، عنده مشاكل تانية اخرى، ايه المشاكل الصحية التانية اللي بيعاني منها، وده بيفرق معايا في اختيار قرار العلاج. فبالتالي مفيش حد صعب ان هو يبقى في حد زي التاني. ده حقيقي يا دكتور احمد، وانت بتاخد المريض كوحدة متكاملة كوحدة مش متكاملة، حاجة واحدة وبالتالي بس. تجربة كل واحد قد تختلف تماما عن تجربة الشخص التاني. طب امتى عايز اختبر بقى، امتى يكون العلاج الاشعاعي والكيماوي هما اول اختيار للطبيب لحضرتك؟
وانا زي ما قلت لحضرتك في معظم الحالات بتاعت سرطان المستقيم اللي هي المرحلة التانية والتالتة اللي ما بيكونش فيها انتشار خارج المستقيم، ما وصلش للكبد حاجة تانية، معظم الحالات دي ما عدا قلة منها ابتدينا نطلعها حديثا من الدراسات انها لازم هتاخد علاج كيماوي واشعاعي متزامن قبل الجراحة، او اللي هو الكورس القصير اللي هو ال5 جلسات ده هتاخده قبل ما تتواصل للجراحة. عشان كده التواصل مع كل الاعضاء الطبية، كل اعضاء الهيئة الطبية اللي هتخش هتتعامل مع المريض في مراحل مختلفة مهمة جدا. واحنا حاليا بنعمل كده في عين شمس، بنعمل لقاء عمل اسبوعي جماعي يعني. عمل جماعي احنا وحدة سرطان القولون والشرج، بنناقش فيها المريض من ساعة تشخيصه، بنحط الخطة العلاجية، انا ببقى عارف دوري امتى، الجراح عارف دوره امتى، والتواصل هنا بيكون سهل وبيوفر وقت كتير على المريض. دي أهمية العمل الجماعي يا دكتور أحمد اللي بنختم بيها حلقتنا النهاردة، وبنشكرك جدا على كل هذه المعلومات القيمة، وبنتمنى الشفاء لكل المرضى. دكتور أحمد في النهاية بنشكرك جدا. شكرا يا فندم. دايما بنقول طول ما رب الكون موجود فالأمل موجود، وإن شاء الله يجي بكرة بيحمل مزيد من الأمل لكل المرضى في الشفاء. أعزائي المشاهدين، في نهاية حلقتنا بنشكر ضيفنا وضيفكم دكتور أحمد سعيد مدرس علاج الأورام بجامعة عين شمس، وبنشكركم على حسن المتابعة.